أكد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أن جميع أعمال الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 وتنظيم الحدث الهام تسير وفق الجدول الزمني المحدد. وقال الذوادي أن لجنة المنظمة واجهت الكثير من التحديات، إلا أن قطر تسير على الطريق الصحيح لتسليم الملاعب قبل الموعد المحدد، حيث تم اكتمال ملعبين بشكل تام، وسيتم الانتهاء من ملعبين آخرين وتسليمهما أيضا خلال الأشهر الستة القادمة. وأضاف أن استضافة كأس العالم للأندية تعد فرصة عظيمة لتجربة عدد من العناصر الأساسية بالتنظيم، وأبرزها استقبال الجماهير، حيث أن مونديال قطر 2022 سيقام في فترة زمنية مشابهة لوقت تنظيم واستضافة مونديال الأندية. يذكر أن قطر ستستضيف بطولة خليجي 24، وبعدها ستكون على موعد مع استضافة كأس العالم للأندية في 11 من الشهر المقبل. My message to the millions of fans that are looking to come to Qatar in 2022, welcome to Qatar, welcome to the Middle East. We're excited to host you. We're excited to be here to welcome you and for all of us to celebrate the greatest sport on earth and the greatest event on earth. That is in relation to 2022. But we do have the Club World Cup coming up in December. I look forward to hosting many, many fans here, and I hope to also host you and welcome you again and again.